السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. البحرية البريطانية تؤكد نجاح الحوثيين في اختراق المنظومة الإسرائيلية. وإلى التفاصيل، أكدت البحرية البريطانية اليوم الاثنين نجاح القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ هجوم مزدوج بعمق الأراضي المحتلة في فلسطين. وأفادت شركة إمبري للأمن البحري البريطانية في تقرير لها بأنها رصدت تشويشا كبيرا على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية خلال هجوم أطلق من اليمن. وأشارت الشركة إلى دفع الاحتلال بالبارجة المتطورة ساعر 6 في محاولة لاعتراض الهجوم القادم من البحر الأحمر. وتزامن التقرير البحري البريطانية مع أنباء عن انفجارات هزت مستوطنة إيلات أم الرشراش على البحر الأحمر. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق شن اليمن هجوما واسعا ضد الاحتلال الإسرائيلي زاعمة اعتراض 6 صواريخ ونحو 80 مسيرة قادمة من اليمن وإيران. وحديث البحرية البريطانية بالتشويش يشير إلى تفعيل اليمن التي تشن عمليات متتالية منذ قرار حظر الملاحة الإسرائيلية في نوفمبر الماضي، إلى تفعيل ورقة الحرب السبرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.